أعلن النادي الأهلي المصري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة، وذلك للكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الذي أقيم يوم 30 مايو الماضي في المغرب. وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الخميس أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم السبت للرد على ما تم وصفه قرارا بإقامة المباراة على ملعب غير محايد ومخالفة قواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف الأهلي أن المؤتمر سيشهد حضور محمود الخطيب رئيس النادي لكشف المزيد من التفاصيل عن تلك المباراة، مضيفا يعقد المؤتمر ظهر السبت المقبل في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر. وخسر الأهلي 2-0 أمام الوداد المغربي في نهائي البطولة والذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. وهكذا الأهلي يرفض خسارة اللقب رغم أن الأداء الباهت الذي لم يلعب فريق الأهلي بشكل جيد وكان غير موجود في أرضية الملعب يبحث عن أي أعذار فقط من أجل الحيلولة دون تقبل الهزيمة. لهذا أعلن النادي الأهلي المصري أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة، وذلك للكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بأزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للتبرير عن أسباب الهزيمة والتبرير عدم المسؤولية عن الهزيمة. وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الخميس أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم السبت للرد على ما تم وصفه قرارا بإقامة المباراة على ملعب غير محايد ومخالفة قواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف الأهلي في المؤتمر سيشهد حضور محمود الخطيب رئيس النادي لكشف عن مزيد من التفاصيل عن تلك المباراة، مضيفا يعقد المؤتمر الظهر السبت المقبل. وسوف نشاهد ما هي التفاصيل التي سيذكرونها وما هي الخبايا وكيف سيبررون الهزيمة، مع العلم أنه لا توجد أي مبررات بالنظر للمستوى الباهت التي لعب به فريق الأهلي.